السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدث مدرب المنتخب الوطني الجزائري المحلي مجد بوغرة وقال أنه لا يجب مقارنة هذا الفريق بالمنتخب الأول ولا بأي منتخب آخر، طالبا تدعيم هؤلاء اللاعبين وتركهم يعملون حتى يطورون إمكاناتهم مع مرور الوقت. وكشف الماجيك أنه سعيد جدا بدعم الناخب الوطني جمال بلماضي للاعبيه قائلا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة ضد الموزمبيق. الكوتش جمال بلماضي قام بدعم اللاعبين بمركز سيدي موسى، زارنا في العديد من المرات ويدعم الجميع في كل وقت، وطلب من اللاعبين بضرورة العمل ومواصلة حصد النتائج، مضيفا إنه سعيد جدا للنتائج التي حققها اللاعبون، وقال لهم أن الفرصة مواتية في الشان مثلها مثل المنافسات الإفريقية الأخرى. ويذكر أن المنتخب الوطني الجزائري المحلي تأهل في صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه في 3 مباريات متتالية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.